بلاستر هي مجموعه من المعماريين والمصممين وفنانين وباحثين في مهتمين بقضايا ليها علاقه بالعمران بالمدينه والفراغ العام. في المشروع ده في المنصوره كنا مركزين اكتر على قضيه التراث، التراث المعماري. يعني المشروع بيهدف لحاجتين: ارتقاء بالبيئه البصريه اللي هو الشارع والوجهات، وفينا فين في بعد فني. الجزء الثاني من خلال تنفيذ المشروع هتدربي كوادر حرفيه على حرف وعلى مهارات مش موجوده او مندثره او متتحسن. مقهى اندريا هو نموذج جيد جدا لما كان مجتمع متعدد الثقافات، ومع طبعا نهايه القرن العشرين حصل تحولات وابتدى الاجانب يخرجوا من مصر وانتقلت الملكيه لملاك مصريين. القهوه تاريخها اكتر من 113 سنه، من سنة 1907. أول خواجة كان فتح مقهى كان يوناني اسمه أندريا مافيدس. الخواجة قسطنطين ده آخر خواجة يوناني كان مالك للمكان، وبعدين جه والدي في الخمسينات بقى اشترى بقى من أرملة الخواجة لأنه كان توفى. احتفظت بنفس المكان بتاع، يعني نفس الشكل ونفس العراقة بتاعت المكان. حتى في ناس قالت لي طب ما تجدد أو تعمل ديكورات، او قلت لهم لا، حلاوه المكان ان هو يفضل محتفظ بالشكل القديم بتاعه. انا باجي هنا يوميا تقريبا، انا بساعد بابا كده كده. من وقت ما بدات انزل محله وكده كان معظم الزباين اللي بتبقى هنا يعني فئه كبيره في السن. مع مدار السنين بدا ان الموضوع ده يتغير، يعني بيبقى فيه شباب مختلف الأعمار بيجوا. البروجكت كان بيجاوب على السؤال اللي أنا كنت دايماً بسأله، إن هو إزاي ممكن التراث يفضل يجذب الناس، زي مثلاً جروبي، قهوة ريش. هي نفس الكونسيبت بتاع إن هو كان ملتقى تجمع المثقفين والكتاب والشعراء. سنة 2013 حصل انفجار مديرية الأمن الأهلية. الانفجار من شدته أدى لتطاير البيبان بالإزاز بتاعها كله، حصل تدمير يعني جزئي في المحل بس تدمير كبير. يعني قفلنا حوالي 4 شهور على ما رممنا المكان وكده، والحمد لله رجعنا تاني. كان نفسي إن أنا أرجع الشكل الكتابة القديمة اللي كانت على اليوفط. ابتدينا إن احنا نريسيرش على التاريخ بتاع المكان علشان نحاول إن احنا ناخد من الروح القديمة بتاعت المكان اللي كانت موجودة. كنا بندور على اي حد يكون عمل اليوفط اللي هي بالورق الذهب، لان هي دي كانت بالنسبه لنا الديزاين ثيم اللي احنا عايزين نعمله. فلقينا ان كايروبوليتان واحده من الشركات اللي اليوفطه بتاعتها معموله بورق الذهب. اتكلمت مع احمد الحفناوي ونيلي شرقاوي وقلت لهم احنا عندنا المشروع ده كذا وكذا، وهم تحمسوا جدا. اصبح كايروبوليتان هم الشريك المنفذ للمشروع ده. المشروع ده كان احد الاهداف المستتره فيه هو التفاعل والشراكة ما بين الفنانين والمصممين والحرفيين، وهنا طبعا في علاقة عضوية ما بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. ازاي الاقي حرفيين فاهمين اللي احنا بنحاول نقوله ويقدروا يساعدونا ان احنا نطلع ده في اسرع وقت وجودة عالية جدا، بحيث ان هي تكون مش بس مرضية لينا، تكون مرضية لاصحاب المكان. So one of the design challenges was to be able to come up with a typography for each one of the languages, and at the same time it would enhance the historical character of the cafe. رسمنا حاجة شبه إله ديونيسوس بتاع الجريكس، وهو عجبته الفكرة دي وجربنا منها أشكال مختلفة نحاول نحطه في الكونتكست بتاع قهوة في المنصورة، يعني يكون ماسك كوباية قهوة. كمان عملنا كيو آر كود للمكان اللي بيقدر الكاستمر يسكان الكيو آر كود ده ويخش على الفيسبوك بيج بتاعت المكان. بعد التركيب موضوع فوق توقعاتي، يعني حاجة أحسن ما كنت متوقع. ده كل اللي احنا ممكن نكون محتاجينه كتيم، يعني ان احنا يبقى عندنا بوزيتيف فيدباك من الاونر نفسه وكمان من رواد المكان. يعني قال
فكروني فكروني.